مشاهدينا ومتابعينا الكرام من كل مكان، ما زالت الانطلاقات متواصلة في هذا المساء وفي هذا التحدي الجميل والإبداع المستمر. شوطنا الثاني عشر في تعداد أشواط هذه التحديات الجميلة لسن الثنايا والستة كيلومترات، هي المسافة المقررة لهذا السن المتميز لأسير مباشرة مع اللي وصل في صدارة هذا الشوط. وهذه الانطلاقة الجميلة لينطلق مع شقران بخيت بن محمد بن راشد بسم المنصوري، من يقدم لنا شقران الدور دور المركز الثاني اللي وصل على ثاني المراكز، ليتقدم معنا مرموق سهيل بن حليس بن راشد الاكتبي، من يقدم لنا مرموق، بينما المركز الثالث اللي وصل على ثالث المراكز ليتقدم هناك معنا الشادن عمر بن مبارك بن راشد بالجابله الحميري، المركز الرابع اللي تقدم في هذه اللحظات الجميلة وصل هناك معنا مياس أحمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي، المركز الخامس اللي وصل في هذه اللحظات هيام ليتقدم هناك بن خالص سعيد بن عبيد بن خالص العامري، المركز السادس الوصول والتحرك الجميل عن طريق شهاب مسلب بن علي بن دري المنصوري، والمركز السابع اللي وصل في هذا الانطلاق الجميل وصل في هذه اللحظات الوصول والتحرك من حشيم سهيل بن سالم بن صالح العامري، المركز السابع وصل في هذا الانطلاق الجميل يتحرك مبلش خالد بن محمد بن حمد الوهيبي، المركز التاسع اللي قادم في هذا الانطلاق وصل شاهين ليتقدم بالنشيرة سهيل بن محمد بن نشيرة العامري، والمركز العاشر اللي وصل هناك على عاشر المراكز وصل مبلش راشد بن سعيد بن ناصر بن مشيط المري، ما شاء الله وتبارك الرحمن، يا العشر المراكز الأولى، يا التحديات الأولى، يا الانطلاقات المثيرة، ما شاء الله، يا لي هناك يا الجعدان المهجنات الأصايل، ما بعد العشر أسماء كبيرة، أسماء عملاقة لها صولات وجولات في هذا العالم، العالم الساحر، عالم الأصالة، عالم التحدي، ليعود مباشرة مع الانطلاق المثير، مع التحدي الرائع، مع المعركة الأمامية. هذا اللي ما زال صامد هيام 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 يتقدم، أو بقول هايم، سعيد بن عبيد بن خالص العامري من يتقدم في صدارة هذا الشوط. المركز الثاني اللي وصل فيه شقران، يتحرك شقران، من يتقدم بالسم بخيت بن محمد بن راشد بن السم المنصوري، يقدم لنا شقران على المركز الثاني في هذا الانطلاق المثير والتحدي الرائع. المركز الثالث وصل هناك مرموق سهيل بن حليس بن راشد بن حليس الاكتبي، انتصفت المسافة، عدينا لائحة الثلاثة وبقيت الثلاثة الأخرى. يا من تريدون الناموس، يا من تريدون التحدي، يا من تريدون الانتصار. المركز الخامس ليتقدم شعار بن دري في هذه الانطلاقة المثيرة، الوصول هناك والتحرك الكبير عن طريق هناك شهاب مسلم بن علي بن دري المنصوري، وصل في هذه اللحظات يتقدم معنا سياف لاهوم بن طالب بن محمد بن شريم المري، من يتحرك في هذه اللحظات ووصل في هذا الانطلاق المثير. وصل هناك ايضا معنا حشيم سالم بسهيل بصالح العامري، والمركز السابع او هذا المركز الثامن اللي واصل، اللي يتحرك الحذر، يتقدم عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري، بدوا في الدخول، وصل ممثل المدام يتقدم بن كليف بهذا الابداع الكبير في هذا التحدي المثير، يتقدم دحام عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم
الاكتبي والمركز التاسع اللي واصل على تاسع المراكز في هذا التحدي. وصل أشقر الدحبة بن قنازل بن حمرور العامري عاشر المراكز. هناك اللي ياتينا في هذه اللحظات الجميلة بهذا الإبداع الكبير بهذا التحدي المثير. ما شاء الله وتبارك الرحمن. هناك ياتينا الحذر عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري. الله الله يا الأسماء الكبيرة يا التحديات المثيرة ما بين الجعدان المهجنات الأصايل. بالخالص بالخالص يتقدم هناك ويقود معنا هايم في هذا التحدي الجميل. يتقدم هايم في هذا الإبداع المثير في هذا التحدي الرائع. يتقدم معنا هايم ما شاء الله سعيد بن عبيد بالخالص العامري يقدم لنا هايم في هذا الانطلاق المثير. ما شاء الله كيلو ونصف الكيلو كيلو ونصف الكيلو مع تحركاتي بالسم مع انطلاقتي بالسم ليتقدم مع انطلاقتي أشقر. الله 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 يا هذا الثنائي الجميل يا هذا التحدي المثير ما بين هايم ما بين أشقر. الانطلاقات الكبرى التحديات المثيرة ما بين بالخالص ما بين بالسم يضعن فارق متميز. ولكن بن كليب ولكن بن كليب يتدخل في هذه اللحظات ليقدم لنا أيضا دحام عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب المركز الثالث إلا والمركز الرابع اللي يتقدم في هذا الانطلاق في هذا الإبداع الحذر. عبد الله بن سعيد بن عبد الله الظاهري على رابع المراكز. ولكن وين 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 العودة وين الانطلاق مع هناك أشقر مع انطلاقة هايم. دحام بدأ في الدخول دحام بدأ في الدخول هناك الحذر ما شاء الله يا المعركة الأمامية. أشقر 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 غير مجريات الأمور. ولكن دحام دحام بن كليب دحام بن كليب يتقدم يبدع. وصل الحذر تحرك الحذر ليتقدم الظاهري في هذا الانطلاق. عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري. ولكن ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الرحمن ممثل المدام الدايم ممثل المدام الدايم يقدم لنا يقدم لنا دحام عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الاكتبي. سلام 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 للمدام سلام سلام لممثل المدام سلام سلام بن كليب سلام على هذا الانطلاق على هذا الإبداع على هذا التحدي الكبير. ما شاء الله من عاصمة الميادين من عاصمة الميادين. سلام يا أبو علي سلام تهانينا والناموس لحظات وصول دحام إلى خط النهاية المركز الثاني اللي وصل على ثاني المراكز في هذا الانطلاق في هذا الإبداع. وصل هناك الحذر عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري المركز الثالث. وصلت وصل على ثالث المراكز الحساس عتيق بن سالم بن حبيب العرضي المركز الرابع اللي وصل على رابع المراكز في هذا التحدي الجميل والانطلاق ايضا المثير. شكرا مخيط بن محمد بن راشد بن سم المنصوري المركز الخامس. دخول جماعي على المركز الخامس ولحظاته التوقيت الزمني وصول دحام الى خط النهايه في هذا الانطلاق المثير. عبد العزيز بن سيف بن كليب 9 دقائق 9 ثواني بدون اجزاء. تهانينا والناموس على هذا الابداع الكبير المركز الثاني 9 دقائق 12 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس للحذر. هناك اللي وصل معنا عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري المركز الثالث 9 دقائق 13 ثانية 9 اجزاء من الثواني. تهانينا والناموس اللي وصل على ثالث المراكز ليتقدم عتيق بن سالم بن عبيد بن العرضي لحظات وصول الحساس. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.